اما نيجي للبوستيرور ريليشن اوف ذا كيدني، فهنقول المنظر ده انا شايف الكيدني من الباك هنا، وادي الكيدني من الباك. اللي انا شايفه دي رايت كيدني، فاحنا عارفين الرايت كيدني بتبقى ان لور بوزيشن عن الليفت كيدني، فعشان كده انا شايف اللاست ريب بس هنا، لكن الليفت كيدني بتبقى اعلى شوية، فعشان كده بقى شايف اللاست ريب والاليفنث ريب. جنرالي لما نيجي نتكلم على البوستيرور ريليشن اوف ذا كيدني بنقول 3 ماسل 4 ماسلز، يعني الكيدني ريليتد تو 4 ماسلز، اللي هما دايفراجم هنا، سواس ميجور، كوادريتس لامبورم، ترانزفيرسس ابدومينس، يعني هي لايز على 4 ماسل، فوق دايفراجم، بعدين تحت فروم ميديال تو لاترال سواس ميجور كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس ابدومينس، وبعدين كل كيدني سيبريتد فروم ذا كوادريتس لامبورم باي سب كوستال نيرف اند فيسل، وبعدين اليو هايبوجاستريك نيرف واليو انجواينال نيرف. يبقى ده البوستيرور ريليشن اوف الكيدني، سواء رايت او ليفت، 4 مسل اللي هم دايفراجم فوق اباف، بعدين سواس ميجور كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس ابدومينس، وبعدين الكيدني مفصوله عن الكوادريتس لامبورم سب كوستال نيرف اند فيسل الو هيو جاستريك الو ايه انجوينا. الحاجه اللي لازم اوضحها ان اقول له ان الدايفراجم اللي هو هنا سيبريت او سيبريتس الرايت كيدني، الرايت كيدني اللي هو دي طبعا لان دي الليفت كيدني، سيبريت الرايت كيدني عن اللاست ريب، اهو ادي اللاست ريب، يبقى الدايفراجم بيعمل لها سيبريشن عن الايه اللاست ريب. لما نيجي على الليفت كيدني لازم اوضح ان الدايفراجم بيفصل الكيدني عن اللاست ريب والاليفنث ريب والانتر كوستال سبيس اللي بين الاثنين. ليه؟ لان الكلى عاليه، فدايما تلحق 11 ريب و12 ريب والانتر كوستال سبيس اللي بين الاثنين. يبقى ذا كيدني از ريليتد تو دايفراجم which separated it from the right side from the last rib، فمن الليفت سايد من اللاست ريب والانتركوستال سبيس واللور بوردر اوف ذا 11th ريب. بعد كده في سواس ميجور، في كوادريتاس لامبورم، في ترانزفيرسس ابدومينس، ده على الناحيتين بقى، وبعدين الكيدني مفصوله من الكوادريتاس لامبورم هنا اهو بالاليو هايبوجاستريك نيرف. في اول حاجه سب كوستال فيسلز، سب كوستال نيرف، اليو هايبوجاستريك نيرف والاليو انجوينال نيرف ارينجد فروم اباف داونورز. ده البوستيرور ريليشن. اما نيجي للانتيرور ريليشن هناخد الرايت كيدني لوحدها والليفت كيدني لوحدها. الرايت كيدني ابص الاقي على الهاي على الابر بول في السوبرارينال جلاند، اهو على الابر بول في السوبرارينال جلاند، على الهايلم في السكند بارت اوف ذا ديودينم، وبعدين في الويست اللي هي الرايت كوليك فليكشر، اباف في رايت لوب اوف ذا ليفر، تحت هنا لور بارت في كويلز اوف ذا سمول انتستين، في ارتري اللي هو اسندنج برانش اوف ذا رايت كوليك ارتري. يبقى الاستراكشر اللي ليها ريليشن للانتيرو سيرفيس اوف ذا رايت كيدني سوبرا رينال جلاند، في سكند بارت اوف ذا ديودينم، في رايت كوليك فليكشر، وبعدين هنا في الرايت لوب اوف ذا ليفر وفي كويلز اوف ذا سمول انتستين. لما نيجي هنا بقى بنبتدي نشوف لما بيجي البريتونيوم يغطي الكيدني فبيغطي الاستراكشر دي مع الكيدني، ففي هذه الحاله بيبقى الاريا بتاعت السوبرا رينال جلاند بير اريا، لانها البريتونيوم غطى السوبرا رينال جلاند لكن ما غطاش الكيدني. هنا البريتونيوم لما جه غطى السكند بارت اوف ذا ديودينم، فلكن الكيدني في المنطقه دي ما عليهاش بريتونيوم، يبقى هنا تعتبر دي بير اريا او نوت كفرد ويز بريتونيوم. الجزء بتاع الرايت كوليك فليكشر دي نوت كفرد ويز بريتونيوم. امال ايه اللي كفرد ويز بريتونيوم؟ قال لك هنا الجزء ده اللي هو ريليتد تو
الرايت لوب اوف ذا ليفر والجزء الاسفل اللي هو ريليتد للكويلز اوف ذا سمول انتست. يبقى بنقول هنا ذا سوبرا رينال جلاند اند ديودينم اند رايت كوليك فليكشر. السوبرا رينال جلاند والديودينم والرايت كوليك فليكشر لاي ان دايركتلي لاي دايركتلي ان فرونت اوف ذا رايت كيدني، لازقين على الرايت كيدني. ذير ارياز on the kidney are not covered with peritoneum. However, the areas related to the liver and the small intestine اللي هنا ديت are covered with a peritoneum. لما نيجي لل anterior relation of the left kidney هلاقي ان اهو في الابر بول في هنا السوبرارينال جلاند، ادي هنا واضح هنا السوبرارينال جلاند، على الهايلم في البنكرياس، ادي البنكرياس وعليه السبلينيك ارتري يعني اهو ادي البودي، وبعدين في الاريا اللي في النص هنا في السبلين في هنا هو الاستومك، يبقى هنا في الحته دي الجزء ده المثلث ده عامل جزء من الاستومك بيد. في اللور بارت هنا في كويلز اوف ذا سمول انتستين، وبعدين على اللاترال بوردر في ابص الاقي ات از ريليتد تو ذا سبلين، وفي اللور بارت بتاع اللاترال بوردر في ديسندنج كولون. يبقى ال anterior relation of the kidney left kidney it is related to أول حاجة suprarenal gland، بعد كده ال pancreas splenic artery، بعد كده ال stomach، وبعد كده coils of the small intestine، بعد كده على lateral border في ال spleen، وبعدين في descending colon. لما نشوف ال areas اللي في دول covered with peritoneum فهنبص ال areas which related to أول حاجة related to اللي هي covered with peritoneum، area related to the spleen دي هنا covered with peritoneum، area related to stomach دي covered with a peritoneum، وبعدين هنا area related to the coils of the small intestine دي covered with a peritoneum. اما ال areas اللي هي not covered with peritoneum يبقى هنا suprarenal gland area وال A ال area of the pancreas. يبقى ال supra يبقى the suprarenal gland and the body of the pancreas، ادي السوبرارينال جلاند وادي البودي بتاع البنكرياس، والجزء الثالث ده اللي هو الديسندنج كولون، يبقى ذا سوبرارينال جلاند والبودي اوف ذا بنكرياس اند الديسندنج كولون لايز لاي دايركتلي اون ذا فرونت اوف ذا كيدني، زير ارياز اون ذا كيدني ار نوت كفرد وذ بريتونيوم. يعني الاريا بتاع السوبرارينال جلاند، الاريا بتاع البنكرياس، الاريا بتاع الديسندنج كولون ده بير ارياز، اما الاريا بتاع السبلين، الاريا بتاع الاستومك، الاريا بتاعت السمول انتستين كل دي covered with peritoneum.